المناشير وقالوا نطلع والغداء في دروسنا وخبطوا في 16 وزنانات وحزام ناريات حوالينا وطلعنا في وعينا من الدور شردنا. اتبهدلنا والله اتبهدلنا يا عم والله اتبهدلنا دخيل الله بكفي. والله احنا نزحنا يعني الطيران كان القصف علينا والمدارس ما فيش امن يعني المدرسة مش امنة فطلعنا واحنا طالعين برضو في القناصة في استشهدوا ورموا المناشير يعني وطلعنا انه يومين يعني نحكي الوضع بيصير احسن اشي بس ما فيش شيء الطيارة بتخبط من فوق والقناصة داخل وفي عمق مخيم البرج. الاشتباكات هي تعد من الاشتباكات العنيفة والقوية جدا داخل مخيم البرج. رموا مناشير وقالوا نطلع والغداء في دروسنا وخبطوا في 16 وزنانات وحزام ناريات حوالينا وطلعنا في وعينا من الدور شردنا. اتبهدلنا والله اتبهدلنا يا عم والله اتبهدلنا دخيل الله بكفي. والله احنا نزحنا يعني الطيران كان القصف علينا والمدارس ما فيش امن يعني المدرسه مش امنه فطلعنا واحنا طالعين برضو في القناصه في استشهدوا ورموا المناشير يعني وطلعنا انه يومين يعني نحكي الوضع بيصير احسن اشي بس ما فيش شيء الطياره بتخبط من فوق والقناصه. داخل وفي عمق مخيم البرج. الاشتباكات هي تعد من الاشتباكات العنيفة والقوية جدا داخل مخيم البرج.